راح يكون في شرح لشابتر 14. شابتر 14 هذا ما احتاج فهمه لأنه انشرحه بمحاضرة واحدة وحس قوانينه وخربطه وهي. وهذا الشابتر عبارة عن يعني كل الشباتر اللي قبل يعني خلطهم بإشي واحد، بس مش راح نستعمل القوانين بالتفصيل، راح نستعمل احنا أهم قانونين وهم تطبيق راح يصير فعلا تطبيق لكل الشابتر. اللينير مومنتم، لينير مومنتم اللي هو بيساوي ام في في، ام في في طبعا رمزه النوت زي هيك. بس احنا مش راح نطبق لينير مومنتم لجسم واحد مثلا، راح نطبقه لسيستم اوف بارتيكل، فبناخذ سيجما سيجما، او ناخذ كونزرفيشن اوف لينير مومنتم. كونزرفيشن لما ما يكونش فيه قوة خارجية وما فيش فريكشن، فبنحكي له كونزرفيشن اوف لينير مومنتم بكون مثلا ام في نوت جسم واحد انقسم لاجسام ثانية، ام 1 في 1 زائد ام 2 في 2. هذا راح يكون تطبيق مثلا على الطابات، طابة مشت مثلا بشكل افقي خبطت بطابتين، فشو بصير عندي؟ بكون مثلا عندي سرعة الجسم الطابة الاولى بالطابة بسرعتها وكتلة الطابة الثانية بسرعتها. طبعا راح يكون كمان كتلة الانيشيالي يعني الطابة نفسها الاولى في في نوت بس فتحة، في نوت فتحة. هاي اذا حكى لي طبعا ما حكى ليش انه الطابة لما وقفت صارت ريست، بيعطيني سرعة لها. راح يصير ايش عندي كمان؟ انه مثلا طابة خبطت مثلا بزاوية مايلف بصير اكس واي وهذلاك اكس واي، فبنصير نشتغل القانون اكس كومبوننت واي كومبوننت، ناخذ كل اكس لحاله واي لحاله ونحسب بنطلع المجاهيل. فاللينير مومنتم راح يكون قانون مهم للتطبيق على البلياردو، على الطابات، على بعض الاشياء المهمة، برضه المصفوفات ممكن. طيب في عندي قانون ثاني من اهم القوانين برضه اللي هو الانجولار مومنتم، اللي هو زي الستاتيك تقريبا مومنت، بس هذا بالنسبة للسرعات، هذاك مومنت هذا مومنتم. انجولار مومنتم بس راح يصير في عندنا اباوت او يعني اباوت المحور الاوريجين اللي بنعرف له احنا، وفي عندي اباوت جي. اباوت او بيكون رمزه اتش او. شو بكون قانونه؟ ار كروس ام في في، طبعا فيكتور تنساهاش. فاحنا لو بدنا نحط هذا بمصفوفة، فهي مصفوفة عندي اي هات سالب جي هات وكي هات. هنا ار اكس ار واي ار زد، وهنا في اكس في واي في زد. طب ظلت الام وين الام؟ اضربها برا، اعطاك وزن تحط دبليو على جي. طب هذا لجسم واحد، طب افرض لجسمين لثلاث اجسام حط له سيجما، فهاي سيجما مصفوفات. فلو عندي جسم ثاني، فلو عندي جسم ثاني بتحكي له مثلا هاي ام اي بعدين ام بي، طبعا هاي ايش؟ اي اكس اي واي اي زد ار اكس اي ار واي ار زد، زائد ام بي نفس الاشي اي سالب جي كي و ار بي اكس واي زد و في بي اكس واي زد. طبعا هاي راح يكون تطبيق عليها امثلة مباشرة على المصفوفات، يعني بكون شكل 3D وحكي لك الجسم اي وين موقعه، بتطلع له الار تبعته زي الاستاتيك، بتحط له احداثيات النقاط وهاي. هذا اذا كان انجولار مومنتم اباوت او، هذا انجولار مومنتم اباوت او. طيب افرض عندي انجولار مومنتم اباوت جي، اباوت جي هذا محور السنتر اوف ماس. سنتر اوف ماس كنا ناخذه بالفيزياء 1، الكتلة بالمسافة زائد الكتلة بالمسافة على مجموع الكتل، هاي لجسمين مثلا ثلاث اجسام تضرب الهاي. فشو قانونه بكون؟ اسمه اتش جي. اتش جي بيكون قانونه ار فتحة ضرب كروس ام في. طيب شو الار فتحة؟ الار فتحة قانونها بيساوي ار اللي انا طلعت ار اللي هي بالشكل يعني نفس اللي فوق مثلا ناقص ار بار. شو الار بار؟ ار بار اللي هي السنتر اوف ماس، تحكي له ار 1 في ام 1 زائد ار 2 في ام 2، فرضنا شكل جسمين على ام 1 زائد ام 2، بتطلع له هاي. طبعا هاي بدلالة فيكتور، هاي بدلالة فيكتور، بتضربها بالكتلة بتقسم مع الكتل بتطلع معك ار بدلالة فيكتور ار بار، وار معك هاي بفيكتور بتطرح الفيكتورين ببعض بصفي معي ار فتحة، هاي فيكتور بتعوضها هون. فهون بتكون طلع لك الانجلر مومنتم اباوت جي، وهون انجلر مومنتم اباوت او. هسه هاي شو تطبيقهم؟ هاي حكينا طابات، هاي حكينا مصفوفات عادية، وبنفس الوقت لو كان الشكل 2D راح نصير نطبق عليه بلياردو. فبلياردو كيف تحل مثلا طاولة بلياردو؟ بتطبق له اول شيء لينير مومنتم، مثلا بلياردو لينير مومنتم
بعدين بتطبق عليه انجلر مومنتم، تحسب له مومنت حول النقطة، بعدين بتطبق له مثلا كونزرفيشن اوف انرجي، تي 1 تربيع زائد تي 1 بلس تي 2 يساوي تي 1 بلس تي 2 فتحة، تحسب السرعات وبس. يعني هاي فكرتها بشكل عام. هسا أمثلة.